السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خوتي اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. سيسكو عاد اليكم من جديد. بون خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. انا عارف راسي غبت شوية على القناة بصراحة، ولكن التفاعل ديالكم الاخوان والتعاريق وداكشي اللي شفت في القناة مؤخرا هو اللي خليني نعاود نرجع ان شاء الله، وغادي نرجع بقوة ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني غادي نرجع بفيديوهات بزاف، واكيد داكشي كامل غادي يكون بناء على الطلب ديالكم انتم اللي تخلوا لي في التعليق. بغيتوا تحديات، بغيتوا مسابقات، بغيتوا شروحات، اي حاجه بغيتوا خلوا لي في التعليق. وعلى الراس هنا اخوتي، ما تسالوني غير نزل لكم فيديو داكشي اللي بغيتوا. بون اخوت، بالنسبه لهذا المود اللي تحت جديد سميتو شاو داون، كيتفتح مره واحده في النهار، يعني من الوقت 3 السوايع، يعني من الخمسة أو من الستة العشية حتى 6 مساء، يعني 3 سوايع. هادشي بالنسبة للوقت ديال جرينيتش، معرفش بالنسبة للتوقيت ديال البلدان العربية الأخرى كنعتذر. هاد العرض كيتحل 3 ديال السوايع مرة واحدة في النهار، ويمكن لك تلعبو مرة واحدة في النهار فقط مجانا. كيفاش مجانا؟ احنا غادي نشوفو. المهم كتدخل انت لهاد المدة نورمالمون، كيعطوك مرة واحدة في النهار فابور، ومن بعد يمكن لك تدخل. المهم باش ما نسبقش لكم احداث الخوت، غادي نخليكم باش تفهموا. بالنسبة لهاد ليجندري ويبون كريت، قال لك اسيدي 13 ابريل، يعني وان داي اونلي، يعني غير غدا ان شاء الله اللي غادي يكون هاد الكريت، هاد الصندوق. هاد الصندوق شنو فيه؟ قال لك بيرمانانت ويبونز غارونتيد، يعني غادي يكون غارونتي، غيطلع لك واحد السكين بيرمانون، يعني على طول غادي يجيك ان شاء الله الرحمن الرحيم سكين على طول، يعني دايما غادي يبقى عندك داك السكين ديال السلاح. و نو دوبليكيت ويبن، يعني غادي يطلع لك سكين واحد، ما كنظنش غادي يكون مكرر دوبليكيت. بون هادشي اللي هنا اللي كاين. واش اخر سيدي؟ دابا انا ندير بحال غادي ندخل الجيم وغتشوفوا بعينيكم. فوالا كي قلت لكم الدراري عندك جوج ديال الطرق تدخل. حنا كنعرفوا بلي قلنا هاد المود هذا كيدخلوا ليه مره واحده في النهار، مزيان كتكون مجانيه. بالنسبه مثلا في حاله ما انا بغيت ندخل مره ثانيه، كيعطيوك جوج ديال الاقتراحات. كيقول لك سوا سيدي غدفع لينا 10 ديال المجوهرات ودخل تلعب الماتش، سوا دفع لينا بادج من دوك لي باج اللي لعبتي في داك الماتش. حيت انا في الاول كانت عندي زيرو بادج، ملي دخلت لعبت ماتش واحد جبت المركز الثالث، زادوني 5، ودوك الخمسه اللي كانوا عندي في الاول كان يمكن لي بواحد ندخل الماتش، يعني بادج واحد يساوي جيم واحد. مثلا انا عندي 39 بادج، يعني عندي 39 جيم يمكن لي نفوتها في النهار، ندخلها في النهار. وهاد لي باج هادو كتجمعهم مني كتربح، مثلا تجيب المركز الاول او المركز الثاني او الثالث. بالنسبه للمركز الاول كتاخد 35 باج، المركز الثاني ما جبتوش باش نقول لكم شنو كاين، مي المركز الثالث غادي تاخد 5 تاع لي باج. هاد لي باج الاخوان ملي كتجمعوهم كيمكن لكم دير لهم الاكسشينج او التبادل، بمعنى انك تقدر تكونفيرتي بيهم واحد السلاح او واحد السكين كيعجبك. لي باج هادو فين غادي تلقاهم؟ اللي غادي تكسبهم ان شاء الله غادي تلقاهم في الدريساب، يعني البلاصه المكان اللي كتغير منه الملابس ديالك ديال الشخصيه اللي كتلعب بها. فوالا راه باين، يعني فين كتكون ماشي شي حاجه اللي هي غريبه عليكم. كتمشي للبلاصه فين كتدير دريساب، يعني كتبدل مثلا السكين ديال اللاعب ديالك، كتدخل كونسيومابل هادي اللي هنايا. هما هادو الدراري انا عندي 39 ديجا كيف شفتو، يعني 39 باج اللي جمعت، فيمكن لي ندير لهم الاكسشينج. كيفاش؟ غادي نورك على هاد الاكسشينج اللي تحت عندي هنا بالاصفر. غادي يعطوك اسيدي شنو هما الحوايج اللي يمكن لك انت دير ليهم التبادل بداك لي باج اللي انت ديجا جمعتي. فورا كما كتشوفوا الخوت عندكم 300 250 250، يعني كتبقى انت السلاح اللي عجبك غادي تجمع ليه داك العدد ديال لي باج اللي هما طالبين باش تقدر دير ليه التبادل. كاين هاد الام 4A1 وير، انا بصراحه عجبني هذا بزاف اللي فيه الدمج طالع، وكاينين اخرين فيهم الاكيوراسي، يعني كيضربوا البعد بزاف. هذا هو اللي عجبني بزاف انا، فيه جوج شرطات نتاع الدماج والاكيوراسي شرطه، يعني شي حاجه واعره. وهو ان شاء الله اذا جمعت تقدر ناخذ هذا. بالنسبه للزرق والاخر ما كنضش غناخذهم حيت فيهم غير ريت اوف فاير، يعني كيطلقوا رصاص بالزربه، يعني المهم ماشي شي حاجه اللي زعما طاربه انا كيف كنقولوا. واحد القضيه اخرى، الا جمعتي 120 باج يمكن لك تاخذ القضيه باش كتبدل السميه، ها هي نيم تشينج كارد، كارد كان بي يوزيت تو تشينج يور نيم، يعني يمكن لك تبدل الاسم ديالك بهذه البطاقه هذه. فهذه هي المناسبه بالنسبه لكاع ديك الخوت اللي عندهم الماتريكول في السميه ديالهم، كتلقى عندهم السميه فيها 20 متر. هذه هي لوكازيون الاخوان باش انكم ديروا شي سميه على الذوق ديالكم بالزخرفه ديالكم. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مجوهرات، هي لوكازيون باش انك تدخل اخويا وتجمع هاد لي بوار، ماشي شي حاجه صعيبه، وتبدل السميه ديالك او تاخذ السكين تاع السلاح اللي كيعجبك. بون الاخوان ما طولش عليكم بزاف، غندخل نلعب واحد الجيم قدامكم باش تشوفوا واحد الجيم لعبتو. جبت فيه المركز الاول، وغادي تشوفوا في الاخر نيت ديك لي باج كيفاش كيكونوا ملي كتسالي في الماب اتسيتيرا. Yeah.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down, I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planted on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold, yeah. Cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. ورا الشباب كيف مشوا؟ هادو هما اللعيبات اللي قلت لكم، هما اليمين فوق، هادو هما اللي باج اللي قلت لكم كتجمعوا في هاد المود ديال الشو تاون. نتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون نال اعجاب ديالكم، وكان يعني وصل الفكره ديال هاد المود هذا، يعني بزاف ديال الناس غادي يكونوا ان شاء الله استفدوا. اخوت لايك الفيديو وكومونتير زون باش يشجعني على نزيد نستمر في الفيديو اللي كندير، وبارطاجي الفيديو مع شريك باش هما يستفدوا. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.